يجب أن نواجه أنفسنا. هل نستحق الحياة فعلا؟ ما سبب تخلفنا؟ هل الشرق عال على هذا الكوكب؟ لماذا الغفوة مستمرة؟ لماذا لا نستيقظ؟ عندما أتجول في شوارع وطني أجد كائنات الزومبي انتشرت بشكل مرعب. تلك الكائنات المدمرة للحضارة الإنسانية سيطرت على مفاصل الدولة ووجدان المجتمع. هل شرقنا وباء ابتليت به البشرية؟ حتى الأعمى يرى أن التقدم والرقي والتحضر في أرض العلمانية حيث الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية وتقديس الفرد في جنة الغرب والموت والدمار والتخلف والفساد والاستهانة بحياة البشر وإذلال المرأة والأقليات وانعدام العدالة وتفشي المرض والجهل والظلم موجود فقط في شرقنا التعيس. كيف لا يعقلون؟ هل نحن دون البشر؟ لا أجد تفسيراً.